خليكم ماشيين عشان عشرات الكاسرة. يلا يا بابا يلا. وصول المجموعة الأولى إلى الفوج 137. هذا أكبر شعور وفخر واعتزاز لكل مواطن وكل جندي في الجيش العربي السوري، وهذا النصر ناديه للقائد المفدى بشار حافظ أسد وكل شهيد وأم شهيد وأم جريح، ومنهدي هذا النصر لشعب دير الزور وشعب الأمة العربية وكل مواطن في هذا البلد. الفرحة كبيرة بوصول الشباب والحمد لله على سلامتي، ومنهدي هالانتصار هذا لكل روح شهيد راحت على ارضها على هالارض، وان شاء الله راح نتابع على دربين لحتى نفك الحصار عن اخر منطقه بدير الزور وعن كامل الوطن. الحمد لله ضلينا مستبسلين على السواتر. شفت هي السواتر هي اللي راح علي ارواح شهداء كثير، والحمد لله رب العالمين ضلينا صامدين. طبعا احنا كقوات الهندسي كنا رديفين للقوات المتقدمه، يذلك من خلال فتح الثغرات في حقول الالغام، سواء كانت صديقه مزروعه من قبلنا بالغام ميم الف او ميم دال، او قوات المعاديه سواء كانت ميم دال او بقايا مفخخات او الغام او قذائف مشكله كمتفجرات في الارض كالغام. نعم، فتح الثغرات بشكل عام وتأمين الطريق لدخول القوات عبورها إلى مدينة دير الزور إلى نقطة من القطعة 137.